الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلاب، هذا هو الدرس الثاني من دروس الوحدة الثانية المتعلقة ببعض صفات الرحمن وقواعد الإيمان. يأتي هذا الدرس ليكون عنوانا حقيقة الكرسي وأدلته. الكرسي الذي علمنا منذ قليل طبيعة العرش، ذلك أن هناك علاقة بين كلمة الكرسي والعرش، ولذلك أردنا أن يكون هذا الدرس الدرس الثاني حقيقة الكرسي وأدلته. أما عن أدلة ثبوت الكرسي أولا فهي كثيرة متعددة. يقول الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. هل هناك فرق بين العرش والكرسي؟ نعم، كما أثبتنا العرش لنثبت هنا في هذا الدرس كذلك الكرسي، وهو حقيقة ثابتة في القرآن والسنة. كما ثبت لله عز وجل العرش ثبت له كذلك الكرسي، وهو حق بالدليل. يقول الحق تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، إن الكرسي هنا يتسع لكل خلق الله تبارك وتعالى، وقد أثبت القرآن هذه الحقيقة فلا ينكرها إلا جاحد. وأما عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تشير إلى هذا المعنى، وكما يرى علماء العقيدة وهم يشرحون معنى الكرسي، فإن في شرح الكرسي أقوال. قيل إن معنى الكرسي هو العرش، وهذا قول غير صحيح، وإلا ما فرقنا في الدروس بين الكرسي والعرش. فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. إن الكرسي غير العرش كما يرى ابن عباس وهو أعلم الناس بالقرآن. والإمام السدي رحمه الله يرى في أن المراد بالكرسي والسماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وابن جرير ينقل عن أبي ذر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. وبهذه الرواية ندرك أن الكرسي لم يكن بأشمل من العرش، بل إن العرش أعظم، والكرسي كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض، فكأن العرش هو الفلاه الواسعة والكرسي جزء في هذه الفلاه. وقيل إن المراد بالكرسي العلم، وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه، والمحفوظ عنه أيضا ما رواه ابن أبي شيبة: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى كما قلنا منذ قليل. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أن هذه الأقوال من الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. يعني نقول من هذه الأقوال وأحاديث أبي ذر الماضي إن الكرسي جزيء في فلات العرش، والعرش أوسع بذلك. وسع كرسيه السماوات والأرض كلمة عظيمة وردت في القرآن أكدت لنا على معنى الكرسي، وهذا دليل قاطع على ثبوت الكرسي وهو غير العرش.